ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده نعمل لحمه الموزه بطريقه حلوه جدا جدا جدا، مش هتاخد مننا وقت وكمان مش هتاخد مننا مواعين كتير. وكمان هنقدم اللحمه بتاعتنا مع رز بسمتي مبهر. تابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا احنا عملنا اكلتنا ازاي. خليكم معايا. التتبيله اللي معانا النهارده حلوه جدا وبسيطه وسهله، واكيد موجود عندنا في كل بيت. معايا هنا بصلايه كبيره، يعني حجمها كبير. معايا هنا برضو طماطمتين، معايا فلفل حامي اللي بيحب، معايا معلقه صغيره من الثوم. التقطيعه مش فارقه قوي، من كل ده هناخده ونحطه في الخلاط. معايا نص معلقه صويا صوص، معايا معلقه لبن، كوبايه لبن، كوباية لبن، ممكن تبقى كوباية رايب، ممكن تبقى زبادي المتوافر. انا هحط لبن وهحط معاه معلقتين من الخل وهخليه رايب. يبقى الخضار اللي معانا بصلاية كبيرة، طماطمتين، فلفل حامي اللي حابب، معلقة توم، نص كوباية من الصويا صوص، كوباية من اللبن الرايب. معاها لو هو لبن رايب تمام، لو هو لبن عادي هحط معايا معلقتين من الخل، معايا نص كوباية من الزيت. والتوابل اللي معايا هنا ملح وفلفل اسود وسبع بهارات، سكر، جنزبيل باودر، ومكعب من المرقة. تمام كده، هاخد بقى كل المكونات دي واحطها الشفشق بتاع الخلاط واضربها كويس جدا وهنعمها واوريها لكم. زي ما انتم شايفين مفيش اسهل من كده، حطينا كل المكونات بتاعتنا في شفشق الخلاط وهنضربهم كويس. زي ما انتم شايفين ادي المكونات بتاعتنا اهي، ضربناها في الخلاط وبقت سايله، اندمجت كلها كويس جدا مع بعض. هبتدي بقى ان انا اجيب بوله وهنزل بكل الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط اهو سايل. وكمان هبتدي بقى ان انا اجيب اللحمه بتاعتي. معايا هنا ده عرق من الموزه كان على بعضه وانا قطعته شرايح كده زي ما انتم شايفين. حابين تعملوا العرق على بعضه هتبتدوا تنغزوا بالسكينه كده، بطرف السكينه كام نغزه بحيث التتبيله تدخل جوه العرق بتاعنا. انا سهلت على نفسي وعملتها شرايح كده، قطعت العرق على بعضه وقطعته شرايح. هبتدي بقى ان انا اخد العرق بتاعي او اللحمه بتاعتي واحطها في التتبيله واغلفها كويس جدا بالتتبيله زي ما انتم شايفين كده اهو. وهحط اللحمه بتاعتي في التتبيله دي لمده ساعتين، لو حابه من قبلها بليله مفيش مشكله خالص. طبعا كل ما بتقعد في التتبيله بيبقى الطعم احلى كمان بكتير. انا هتبلهم كويس واسيبهم في التتبيله لمده ساعتين وزي ما تحبوا، ونرجع نشوف هنسويها ازاي. انا سبت اللحمه بتاعتي في التتبيله الوقت اللي انتوا تحبوه. برضو لو حابين تشتغلوا بيها على طول مفيش مشكله، عايزين تسيبوها من قبلها بليله، قبلها بساعتين، دي حاجه ترجع لكم. ما عندكمش وقت تمام مفيش مشكله، هنشتغل بيها على طول. هبتدي بقى ان انا اجيب الصينيه ومسخنه الفرن من قبل يعني من 10 دقايق كده، وهبتدي انزل بقى باللحمه بتاعتي بالتتبيله كلها اهو زي ما انتم شايفين اهو. وهدخلها الفرن زي ما قلت لكم على فرن سخنه متسخنه من قبلها ب 10 دقايق، ونبتدي بقى نغطيها بال ورق الالومنيا دون او الفويل. هغطيها كويس جدا علشان البخار يسويها لي، وهسيبها تقريبا ساعه ونص لغايه ما تستوي، وبعد كده هبتدي افتح عليها ورق الفويل دون وهفتح عليها الشوايه تاخد لون. فانا دلوقتي هغطيها كويس قوي، هدخلها على فرن تكون سخنه متسخنه من قبلها ب 10 دقايق، ساعه ونص نرفع من عليها ورق الفويل، وبعد كده نحطها تحت الشوايه تاخد وش حلو.
دي اللحمة بتاعتنا اهي بعد ما طلعت من الفرن، اخدت تقريبا ساعتين. هغرفها دلوقتي وهوريكم انا قدمتها مع ايه. وادي اللحمة بتاعتنا اهي، قدمناها مع رز بسمتي مبهر، كنا عملناه مع بعض قبل كده في القناة. وعايزه اقول لكم اللحمة مستوية حلوة قوي وريحتها تجنن. اتمنى تكون وصفتنا سهلة وسريعة وبسيطة وتعجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناة، وتعملوا شير للفيديو، شجعوني. ومستنية تعليقاتكم في الكومنتات. استنوني فيديو جديد. باي باي.